من هون تجي بدي روح على مسألة الوساطة وكان آخر المبادرة والورقة الفرنسية المعدلة، بالتالي يعني هذه المسارعة هي لتجنيب لبنان هكذا احتمالات او هكذا سيناريو، وهل لديها فرص من بتعرف الفرنسيين جاء يعني اكثر من مره اجى وزير الخارجيه الفرنسي وحامل تحذيرات معه يعني، وقال انه الامور قد تذهب الى تصعيد في جنوب لبنان والى عدوان على لبنان بصوره عامه، جاء مع التحذيرات يعني بعد ما راح على اسرائيل. من هون بقعد بكرر يعني احتمال ان يبادر الاسرائيليون بعدوان امر محتمل بنحطه بالحسابات، لكن ما له علاقه بالورقه الفرنسيه. ما هي في أربع يعني في خمس بنود أساسية لإلها: التهدئة يعني فصل الجبهة الجنوبية عن جبهة غزة، عن جبهة قطاع غزة. اثنين، إعادة تموضع قوات النخبة للمقاومة ببعض الكيلومترات 7-9-10 حدود 10 كيلومترات. الشيء الثاني تثبيت الحدود والنقاط 13 المختلف عليها زائد النقطة بيوان، ولكن الشيء الأساسي أيضا أنه فصل مزارع شبعة عن تثبيت الحدود، لأنه الإسرائيليين بيعتبروا أنه مصير مزارع شبعة متعلق بتنفيذ القرار 242 الصادر بسنة 1967 وليس بالقرار 425 الصادر، يعني بيربطوه بالإندوف مع السوريين مع السوريين. والنقطة الأخيرة أيضا الشيء المهم هو تفعيل قوات اليونيفيل، وبالتالي هون السؤال ما هو دولة الجيش اللبناني، لأنه بحسب الورقة الفرنسية أنه قوات اليونيفيل أنه يجب أن تتحرك بناء على تقديراتها وبدون التنسيق مع الجيش اللبناني. هون بيقولون عن الرئيس بيري أنه هذا بحاجة إلى قرار جديد، وبتصور أنا أنه هول الخمس بنود جاء الرد عليهم مردود مع الشكر، حرفيا مردود مع الشكر، ما وافق لبنان على هذه البنود يعني، لانه الخمس بنود تصب في المصلحه الاسرائيليه الصرف، لذلك قالوا لهم مشكور مع يعني مردود مع الشكر. في المقابل في جزء باللبنان بيعتبر انه اليوم حصلت هذه المناوره، لا يعني اليوم كان الاجدى بلبنان الذهاب الى هذا الحل لانه يجنب اليوم الحرب ويجنب اي سيناريوهات كنت عم تتحدث عنها بجبهه الجنوب. يعني أنا بتصور أنه كل هذه بحاجة إلى نقاش وطني اللي نحن عم نهرب منه، بحاجة إلى حوار وطني اللي نحن عم نهرب منه، بحاجة إلى طاولة حوار اللي نحن عم نهرب منها، بتوضع كل الملفات مسؤولية الكل كان يبادر اليوم مسؤولية الكل، لا ما مسؤولية يعني الحوار مسؤولية الكل. بعض بيلقي اللوم على حزب الله أنه أنت اليوم فتحت الجبهة، ليش ما بيبادر لكان لهذه يعني هذا الحوار أو الحديث مع الأطراف اللبنانية لشرح موقفه اليوم أكثر منه؟ بعتقد أنه مش يعني حزب الله مش بعيد عن الدعوة الحوار، ولا الرئيس بري ولا الرئيس نجيب ميقاتي ولا يعني لا انا بتصور انه شوف هلا بالاخير في محل ما انه وقف اطلاق النار سوف يحدث بصرف النظر عن عم بحكي بغزه، بصرف النظر عن الكيفيه وعن النتائج، بس انه طيب وبعده في عندنا اليوم التالي اليوم التالي ليس فقط على الكيان الاسرائيلي او على اذا بدك على القضيه الفلسطينيه، كمان على لبنان. طيب في عندنا مجموعه من الملفات وملفات استراتيجية بكل ما في الكلام من معنى. حكماً إذا حصل طيب. هذا الوقف لإطلاق النار سينسحب على طيب. جبهة الجنوب إذا حدث وقف إطلاق النار أكيد طبعاً لا أكيد يعني هذا بتصور غير قابل للبس ولا للنقاش، وبتصور في سابقة بهذا الموضوع ب 24 تشرين الثاني عندما كانت الهدنة المؤقتة اللي أسقطها بنيامين نتنياهو بعد أسبوع. بس اللي عم أقوله أنا أنه في لحظة ما بصرف النظر عن توقيت هذه اللحظة أنه بده يصير في وقف إطلاق نار، ومرة أخرى بصرف النظر عن المسار وعن النتيجة التي يمكن أن تأتي بعدها. بس بلبنان في عندك مجموعة كبيرة من الملفات اللي تبدأ من الوضع الأمني بدون شك، الوضع الاقتصادي، إلى مسألة النزوح السوري، إلى كل شيء، إلى انتخابات رئاسة الجمهورية بدون شك، إلى أي شيء يعني للبلد أصبح مثقلا به. طيب إنه هذه كيف منحلها؟ مش بالتراشق، بدك تعيد بناء دولة حقيقية، تعود بناء هويتك من جديد، بتقعد على طاولة الحوار، وإلا أنه هذه الطرق وهذه الوسائل اللي عم نشوفها على التلفزيونات وعلى الشاشات أنه كل طرف يطلق موقفه باتجاه الطرف الآخر وكل طرف أيضا يتهم الطرف الآخر، أنا برأيي أنه هذه بتزيد ليس فقط برأيي بس هو الواقع أنه عم بتزيد الانقسامات بين اللبنانيين. كل هذه المشاكل بدها حل، كل المشاكل بدها حل، كله مجمد يعني يا ريت انه يعني بس انه اليوم ما بعرف اذا في اراده ما بعرف اذا في اراده عند بعض الاطراف للحوار. سؤال اخير، هل برايك اذا ما حصل هالسيناريو الأسوأ اليوم بتوسعه هذه الحرب، ايران ستتعامل بشكل مختلف نظرا الى علاقتها المختلفه مع الحزب عما تعاملت عليه بقطاع غزه؟ ليس فقط ايران بل سوريا ايضا،
بتصور بتصور انه في حال فعلا اتخذ قرار بالعدوان على لبنان يعني في حرب اقليميه واسعه جدا لن تقتصر على لبنان، سوريا، العراق، اليمن، وايران لن تكون بعيده. يعني الايراني لن يكتفي بدعم الحزب عسكريا، لا لانه العدوان هذه المره انا اعتقد سوف يكون اشمل مما كان عليه في العام 2006 وبالتالي اعتقد ساعتزاك بانه رد المحور سوف يكون شاملا، هكذا قراءه. اذا نشير كمان للموقف السوري، شو بده يكون الموقف الروسي يعني الموجود بسوريا؟ هون كمان يعني يمكن هذا بحاجه الى نقاش مستفيض ايضا، لانه القراءات الاسرائيليه والامريكيه ايضا عم بتقول انه رايح كلما استمرت الحرب في اوكرانيا كلما يذهب الاصطفاف الروسي الايراني الصيني ايضا الى مستوى اعمق. بس ما لمسنا بمساله يعني الروس بمساله الخروقات الجويه بسوريا حتى اقل تزويدهم ربما باسلحه او حتى صحيح، ولكن عندما تنشب الحرب انا في حال طبعا ما حدا يتمناها يعني بتصور وحرب اقليميه واسعه على هذا المستوى، اعتقد الموقف الروسي قد يكون مختلفا، بل يجب ان يكون مختلفا. على امل يعني ان تتوقف هذه طبعا اكيد بدايه، بس انه على الاقل يعني اللي بيقرا الصحف الروسيه هكذا، اللي بيقرا الصحف الامريكيه، الاسرائيليون ايضا يعني يتحدثون عن هذا الاصطفاف الايراني الروسي بشكل عميق يعني.